خلونا دلوقتي نروح لزميلتنا في الاستوديو دينا ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب النهارده. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا بسن. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك يا دينا وانت طيبه. قول لنا طيب ذكرياتك مع اول يوم رمضان. هو فعلا بس في البدايه عايزه اقول لكل الناس وكل متابعينا في مصر وفي الوطن العربي كل سنه طيبين. النهارده اول يوم رمضان وانا سعيده ان احنا مع بعض النهارده على الهوا معاهم. ليا ذكريات كتيره جدا. يمكن تكلمتوا اهم حاجه عن لمه العيله. لمه العيله في اول يوم فطار دي ونتجمع مع بعض. بس انا مش ايام بكار بقى، انا من ايام سلاحف النينجا وطبعا كمان فوازير عمو فؤاد، وكنا بنستنى كمان فوازير نيلي وشيلهان دي يعني خلاص ممكن نقعد نعيط مش عايزين ننام لو احنا عندنا مدرسه او حاجه علشان احنا منتظرين الفوازير. الحاجات اللي مفتقداها جدا خلال الفتره اللي فاتت وخصوصا في المناطق الجديده اللي احنا ساكنين فيها المسحراتي، يعني كان من امتع حاجات ان وقت السحور اطلع اقول المسحراتي يقول اسمي يقول واحد الله يا دكتوره دينا. فدي كانت بالنسبه لي يعني كانت فرحه كبيره جدا وقتها، وبتمنى ان اولادنا يعيشوا اللحظات دي لانها كانت من اجمل لحظات حياتنا فعلا في شهر رمضان الكريم.